بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أدري المشكلة بالزمان لو بالمكان، أنا بمكان مختلف لو هي الأجواء مو مثل ما احنا مصوريها. توقعت اليوم راح نمشي بالشوارع ونشوف الزينة معلقة في كل شوارعنا، توقعت اليوم راح أمشي وأشوف الناس فرحانة ومكبرات الصوت مبتهجة بأناشيد ومواليد وذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع بس عندنا لو كل بلاد المسلمين، خلينا نتخيل لو اليوم او الليله لو كانت ليله راس السنه الميلاديه او ليله الكريسماس مثل ما يسموها او ليله ولاده سيدنا المسيح عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، فتخيلوا هل الوضع راح يكون بهالهدوء هذا؟ عجيب. في ليله ولاده سيدنا سيد الكائنات محمد صلى الله عليه واله وسلم ولا كان شيئا كان. الناس اللي يحتفلون بأعياد رأس السنة وينهم؟ الناس اللي يضربون ألعاب نارية، ما يريدون يضربون ألعاب نارية بس هم وينهم؟ اللي يلبسون واللي يطلعون واللي يشغلون مكبرات الصوت وينهم؟ مجرد تساؤل بريء لا أكثر ولا أقل. أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة، ونبارك لكم ذكرى ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأنا وأنتم في بلاد الإسلام. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، ضيف الدائم على البرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سماحة السيد السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم، ومبارك لكم هذه المناسبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد سيدنا ومولانا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحفيده المكرم الإمام جعفر بن محمد بن الصادق صلى الله عليه وسلم. أحسنتم التذكير. هل من تعقيب سيدنا شنو سر الإهمال لهذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل. من المؤسف والمؤلم جدا أنه نحن نعيش من أكبر الحوادث الكونية، أقول كونية عندي عليها مستندات، نعم، عند المسلمين جميعا وعند المؤرخين المستشرقين أيضا لما كتبوا عن ولادة محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل، كتبوا أن هناك حوادث وقعت وحيرة ساوى قد جفت وطاق كسرى، بعض أواوينه قد حدث فيها الشرخ، وأطفئت نيران المجوس والزرادشت. نعم. هذه علامات كانت عظيمة وقعت في مختلف جوانب الحضارة البشرية، الرومان والفرس والعرب، وكانت مؤشراتها مؤشرات ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد ذكرتها كتب سماوية، ولذلك كان بعض الرهبان والقساوسة والمنجمين ينتظروا علائم ظهور ذلك الشخص الذي بشرت به الكتب السماوية. نعم. هك شكل حدث عظيم للناس بما هم ناس، حدث مهم، ولكن بالنسبة للمسلمين هو أعظم حدث. ولكن لماذا أعظم حدث بالنسبة للمسلمين؟ لأن المسلمون يعتقدون أن نبيهم هو خير الأنبياء، نعم، وأشرف الأنبياء، ورسالته أكمل الرسالات وأتمها. هذه التمامية وهذه الكمالية وهذه الفضيلة وهذه الرحمانية الكبيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نجد أن المسلمين أكثر الناس إهمالا وعدم التفات وعدم اعتناء بهكذا مناسبة. ومؤلم جدا، النجف الأشرف، أتكلم عن مدينتي التي أنا فيها، في ليلة عيد الميلاد المسيح
التي لا تعنينا، وتحدثنا في وقتها لا تعنينا شيء، يعني ميلاد نبي من الأنبياء ونحن نعتقد بأنه نبوة انتهت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن نجد التحضيرات والصعاديات والأمور، فشيء عظيم يعني عجيب، ما من محل من محلات إلا واشترى شجرة الكريسمس، وبعضهم وضع عليها حتى هذه العلائم التي على الشجرة التي ترمز إلى بعض الرموز التي هي خلاف الدين، ولكن هم الناس يهتمون والناس يبذلون المال في المولات الضخمة والأسواق الضخمة في بغداد وغير بغداد لمدة أكثر من أسبوعين. هذه الشجرة منتشرة وثابتة. تسألني ما هو السبب؟ نعم. السبب الحقيقي في واقع الحال يرجع إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول الإعلام المضاد، بمعنى أن الإعلام الذي ينفخ في بعض الحوادث ويهمل الحوادث الأخرى، يهمل نفخ وإهمال. هذا النفخ بلا إشكال الناس عبيد عبيد الصيحة، عبيد الإعلام. إلى أين يوجههم الإعلام؟ هم هكذا، نعم هكذا. فترى أن الإعلام يضخ في قضية الكريسماس، شوف أنه برج كذا أكبر برج في العالم يعمل له على حال فنيات معينة، والناس بمئات الآلاف يذهبون إلى تلك الساحات التي في ذلك البرج حتى يلاحظوا الساعة 12 من تلك الليلة، وهكذا. هذا كله في واقع الحال تلقين. هذا التلقين والتركيز الإعلامي يؤثر بنحو من الأنحاء حتى على أولادنا. نعم. حتى على أولادنا. لما الساعات كلها تضع هذا العد التنازلي، وإذا به صارت هذه كلها مشوقات، منبهات وموجهات توجه الرأي العام. هذا سبب مهم جدا. والسبب المهم أيضا هو في الواقع الفكر السلفي والفكر التكفيري، الذي أنا أعتقد جازما أن هذا الفكر السلفي التكفيري أيضا هو من نتاج على حال الاستعمار، زرع فينا بعض الشخوص والأشخاص وبعض الأفكار الضالة، حتى أنهم لمدة أكثر من 100 عام الآن، أكثر من 100 سنة، أن الاحتفال بميلاد النبي بدعة وشرك ما يجوز. هذا أيضا شبعت أذهان مجتمعاتنا وأذهان شبابنا وأجيالنا أنه الاحتفال بميلاد النبي أمر بدعي غير جائز، وفيه خلاف وفيه كذا، وبلا أشكال الناس أيضا يستمعون إلى هذه الأبواق التي ضخت الأموال الضخمة. وتعرفون الحركة الوهابية الآن انحسرت، الحركة الوهابية الحمد لله الآن انحسرت شيئا فشيئا، ولكن في 100 سنة الماضية، نعم أكثر من 100 سنة، لعبت دور كبير جدا في ضرب مظاهر الفرح، مظاهر أتذكر أن أكثر من تقريبا 40 سنة قبل، أتذكر أنه كيف كانت المجتمعات المسلمة في باكستان وفي بنغلاديش وفي بعض بلاد الهند وفي بعض بلاد المسلمين في مصر العزيزة، في تركيا، تركيا كيف كانت مظاهر الفرح وكذا، شيئا فشيئا ضربوها 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 حسلوها إلى أن انحسرت، صارت عند بعض الجماعات التي تحسب على الصوفية وغير الصوفية، وهذا كله مدروس انصافا مدروس. يعني ما هو الهدف اللي ممكن ياخذوه من هذه الحرب سيد؟ على اي اساس يكون لرسول الله هذا البهرجة؟ لا اقول هم شنو اللي يردون ياخذوه هو لما يقللون. هو هذا، شوف لماذا يكون لرسول الله هذه البهرجة، ولماذا رسول الله لابد ان يكون الرجل الاول؟
لماذا رسول الله لابد أن يكون قدوة للبشرية؟ ما لازم يكون رسول الله قدوة للبشرية. رسول الله قدوة للبشرية يعني مخاطر أكو. رسول الله يدعو للفضيلة، يدعو للحياة، يدعو للعفة، يدعو للكرم، يدعو للعهد، يدعو للوفاء. وإحنا ما نريد نخلق المجتمعات هالشكل، مجتمعات الابتذال، مجتمعات السقوط، مجتمعات الخيانة الزوجية، مجتمعات الإباحة الجنسية، مجتمعات الخيانة ما أدري الكذائية. هذا نريده إحنا. نعم. لذلك لا يسمح لمحمد أن يكون الرجل الأول. نعم. وما هذا شوي انتبهوا لي، حقول كلمة شوي التفتوا إليها. وما كانت الرسوم المسيئة لرسول الله في بلاد الغرب، والإساءات التي كانت في إعلامهم ومقالاتهم وأفلامهم، بعض الإنتاجات الفنية وبعض الكتب والمؤلفات، كتاب الآيات الشيطانية واضح قبل أكثر من 30 سنة، هذه كلها كانت تضرب قدسية النبي الأعظم، إن رجل شهواني ونسائي وبناتي وراء الشهوة وراء اللعب وراء على حال الظلم والاستيلاء. ضرب هذه الشخصية بلا إشكال هي ضرب لهذا الخط، وعملوا لك شخصيات أخرى. ما أريد أدخل الآن فيها التفاصيل، عملوا لك شخصيات أخرى، فلان لا يجوز مسه، لا يجوز انتقاده كذا، وأي مسألة على حال يضرب رأسك. نعم يضرب رأسك. ولذلك تجد أنه حتى الكتب الروائية بشكل ألفت على أن رسول الله رجل عنده نواقص، بعض الشخصيات اللي كانوا معاه هم اللي كانوا يسددوه، هم اللي كانوا كذا. نعم. أنا ما أدري، هنا أنا ذكرت له مكان آخر، ذكرت عدة موارد، يعني عدة موارد في كتب روائية للمدرسة، مدرسة الخلفاء، أنا أسميها مدرسة الخلفاء، ونحن مدرسة أهل البيت. أهل البيت صلوات الله عليهم، مدرسة أهل البيت غير مدرسة الخلفاء. مدرسة الخلفاء يشوف في كتب صحاحهم لما يعكسون شخصية النبي شلون يعكسوها، شارب للخمر، يوقف ويتبول، كم مرة حاول أن ينتحر كم مرة. سيدنا هذا الكلام خطير اللي موجود. لا موجود رجاءً، بس ابحث في الجوجل. الحمد لله جوجل هذه المعجزة الكبرى والآية العظمى الآن واقع. دق الآن محاولات انتحار النبي الأعظم في صحاح المسلمين، صحاح البخاري ومسلم، شوف 5 مرات على انتحار رسول الله. عنده مشكلة، عنده كآبة، عنده أزمة نفسية. هذا يعكسون شخصية رسول هالشكل، أنه كان يشرب الخمر حتى الثمالة هذا الرسول، ويلقى بالزبالة هالشكل، وألقي في المزابل. وأكل الآن شوفوها أخوان، رجاء لا تقولوا السيد ليلة الميلاد يتقول، الآن اضربوا في هذا، قل أنه العرعور ورسول الله والزبالة، شوف يطلع المقطع لما يطلق المقطع. يقول نعم، حتى جاءت الخنازير أكلت من أذني وهو لا يشعر. هالشكل الرسول يصورون إياه، يصورون رسول الله بهالشكل هذا. زين، فهالشكل خط يصور الرسول بهالطريقة هذه، ويقزمون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بهالتقزيم، وإعلام يعطي دفعة وبهرجة إلى شيء آخر. المجتمع شيء يتصور، يعني ايش تتصور مجتمع يعني مجتمع واعي بهالطريقة هذه؟ لا، مجتمعنا هم جاهل، مجتمعنا هم جاهل ينساق. فلذلك أيها الأحبة، نحن نعيش مؤامرة. نعم. ولا زلنا نعيش مؤامرة على أنه هذا الخط النبوي، خط النبوي، شيء فشيء لابد أن على حال كما قال ذاك، ولا أريد أن أسمي لأنه تقول سيدنا هذه على حال بها قضايا قانونية، صعد على المنبر قال ألا دفنا دفنا لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال ما قاتلتكم لتصلوا أو تصوموا، هاي عبارة ابحثوا عنها أيضا، ما قاتلتكم لتصوموا أو تصلوا
ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم. ولما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد قال ألا دفنا دفنا ألا دفنا دفنا، وهي مبادئ أبو سفيان، مبادئ أبو سفيان أن ينتهي الإسلام وأن هو بطريقة أو بأخرى، أن هو بطريقة أو أخرى. نعم. وين إنهاءه؟ إنهاءه يوم اللي نشوف أنه الحسين بن علي يقتل بها الطريقة، والوليد بن عبد الملك يصلي الجماعة وهو ثمل، وغيرها من المساوئ التي كتب عنها بعض الكتب المنصفة، كتبت على أنه تاريخ الإسلام كيف حكمتها الشخصيات الأموية والعباسية المجرمة بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. فلما تأتي هذه القضية، لما نشوف أن النبي الإسلام ما حد يعتني إليه، ولا أحد يبارك أحد به، ولا أحد يخلي زينة على باب بيته وباب محله، طبيعي هذا التغييب وهذا التسقيط وهذا التسفيه وهذه المحاربة الإفتائية، محاربة إفتائية، يعني أي واحد يشيد بنبي الله وعليه حال واحتفال يعتبرون هذا مشرك ومنحرف وبدعة وما لا ذلك. فهذان العاملان عاملان مهمان جدا. نعم. ونحن نعيش نتائج هذين العاملين، ولا ندري إلى متى تفيق الأمة، إلى متى ترجع الأمة إلى وعيها وإلى فهمها. طيب سمحت السيد، يعني حبذا لو تحدثنا قليلا عن كمال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن خلقه ومدى حاجتنا له اليوم في حياتنا اليومية. أحسنتم. شوفوا إخواني، واحد يقول سيدنا النبي الإسلام بكل ما كان عنده من صفات وخصائل وفضائل وكذا، عليه حال رحله، نعم رحله، ولكن لا يعني أن ترحل صفاته، ترحل مناقبه، ترحل قيمه. الإنسان يوجد ويبقى بقيمه، يبقى بفكره، يبقى بسيرته. ألم يقل القرآن الكريم ولكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أسوة الحسنة المن أسوة الحسنة أيام وجوده هو 63 سنة عاش، روحي فدا. الذي نحتاجه اليوم هو لرسول الله صلى الله عليه وآله. ما نواجهه، سمارد أن أدخل في بحوث على الحال غير دينية بالمعنى الأخص، هاي الحوادث تسمعوها، حوادث قتل واغتيال وطرق مبتكرة في قتل المؤمنين، قتل الناس من قبل العدو الغاشم على حال الصهاينة. سمعتوا أنتوا شقد صارت على حال مجزرة، مجزرة بكل معنى الكلمة. وفي غزة، غزة هاشم كما يقال، ما حصل فيها ولا زال، هذه كلها في واقع الحال بحاجة إلى رسول الله فيها، بحاجة إلى رسول الله فيها. ليش؟ لأنه روح رسول الله صلى الله عليه وآله في تحمل هذه الضربات وتحمل هذه الانتكاسات في الواقع لها رسول الله، لها رسول الله. تدرون إخواني اللي درستوا بشكل جيد بالمدارس، ما أدري دراستكم شقد كانت دقيقة، إيش قيد المناهج تنطي هذا المعاني، ما أدري، ولكن اقرأوا عن واقعة أحد وخيبر وبدر وحنين والحروب الأخرى والخندق، الأحزاب، ما جرى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون كان النبي العظيم يدير المؤمنين إدارة على حال لم يجعلهم أن يحبط، لم يجعلهم ييأسوا. شوف الآيات القرآنية شو تتحدث عن هذه المرحلة اللي احنا نعيش فيها. والآن أنا أحس إحباط صار عند البعض، أوه العدو قوي والعدو على حال متمكن من عندنا، وإحنا وين نقدر وين كذا. هذا في واقع الحال لابد أن نرجع إلى رسالة الإسلام وما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الظروف العصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شوفوا شون بشارة، شون شحنة،
شحنة شو يسمون أنتم طاقة إيجابية؟ نعم. شحنة. لا تخافون ولا تتأذون ولا تتراجعون، أنتم الأعلون. هذا وعد إلهي، هذا وعد إلهي، ولكن بشرط إن كنتم مؤمنين. إذا كنا مؤمنين حقيقة، إن يمسسكم قرح، إذا شفت القوم الآخر يعني ضربوكم ضربات قوية، نعم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ترى أنتم وجعتوهم، أنتم وجعتوهم، بني وجعناهم. لما توجعهم هم شنو؟ يوجعونك، ولكن وجعك أنت لا يعني أنها كي لم توجعهم. حتى الحملات الإعلامية ضد بعض الأشخاص تصير تشوفون فلان يسقطوا كل الهجوم عليه، هذا لأنه ضربات كانت موجعة. أحسنت. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ترى الدنيا هالشكل يا أخواني. أقول كلمة احفظوها مني، احفظوها مني، القوي القوي لا يكون قويا إلى الأبد، والضعيف لن يبقى على ضعفه إلى الأبد. ماكو قوة خالدة ولا ضعف خالد، خلوها بالكم. لا تحس يوم الأيام أنت لا قدرة لك، ترى ذاك القوي يوم الأيام راح يضعف راح ينتكس. والقرآن يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى يريد يختبرنا. هاي آية، آية أخرى اسمعوها جيدا أيضا بنفس النسق من سورة النساء، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تتراجعون، شدوا حيلكم شبابنا. أنا لما أتكلم عن التحديات اللي موجودة الآن في ضرب المؤمنين وفي اغتيال المؤمنين، ترى القضية مو بس حرب عسكرية ومخابراتية، لا لا لا، هي الحرب حرب ثقافية وأخلاقية. نعم. الحرب الثقافية، واحد يقول سيدنا شبابنا راحوا ما نقدر عليهم، سوشيال ميديا أخذت الشباب وما بيدنا شيء، هذا أيضا القرآن يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إخواني لابد أن نشد الهمة والعزيمة والإرادة، لنضعف لأنه رسولنا النبي الأعظم بكل معنى الكلمة كان يتحمل. قريته في الطائف، سوى به في الطائف، ماذا عملوا به في علي حال في أحد، وشلون انتكسوا، ولكن وقف رسول الله في النهاية، وقف حتى أرغم عتاة قريش على أن يدخل مكة، ودخلها فاتحا حتى أنه نزلت الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. رب العالمين أيده بنصره ونصر المؤمنين، وصعد على كتفه الأعظم أمير المؤمنين صلى الله عليه، وألقى بأصنامهم على الأرض وكسرها إلى آخرها، ولكن بشرطين مهمين: الإرادة القوية والإيمان العميق، ونفس الوقت الالتزام بالقيم وعدم مغادرتها. لا تغادروا قيمكم، لا تتركوا هويتكم، هذا هواية مهم أخواني. أنت لما تعيف هويتك وعلي حال تتهاون فيها، طبعا راح تجي هوية أخرى تأخذ محلها، راح تجي مناسبة أخرى تأخذ محلها، وإحنا لابد أن نعتز بمناسباتنا، نعتز بإمامنا الإمام الصادق الآن إمام المسلمين وسيد المذهب. نحن جعفريون، جعفر بن محمد الصادق رئيس مذهبنا، ميلاده أيضا يوم بكرة، فإحنا مدعوون للاحتفاء والاهتمام. الكل واقع، الكل باشر رسائل وعلى حال بوستات وكذا يراسلها ويتواصل فيها ويخلي زينة ويجيب هدية لأولاد البيت. ابنه يقول له بابا شنو الهدية؟ يقول له ميلاد النبي الأعظم، ميلاد الإمام الصادق، هدية ولو كيكة ولو شيء من هذا القبيل.
حتى نعطي إيحاء وإيعازا على أننا نعيش مناسبة عظيمة. أحسنتم سماحة السيد على هذه الإشارات المهمة، شكرا جزيلا لحضرتكم. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانك أن تتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وإن شاء الله تطرح سؤالك أو مداخلتك وسماحة السيد رشيد الحسيني يجيب عليها وتسمعون الإجابات على هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. نبدأ باستقبال المشاركات، عندنا مشاركة الآن. طبعا الاتصالات من خلال أرقام الظاهرة على الشاشة، أما رسائل تفضل، رسائل تكون من خلال تطبيق المجيب، تفضلوا. السلام عليكم سيد، إن شاء الله بخير. أنا عمري 20 سنة، صار لي فترة طويلة يعني من أنا وصغيرة أصلي وأصوم وأقوم الليل وأقرأ القرآن، يعني الحمد لله ملتزمة بشكل صحيح وإن شاء الله أطمح لي أكثر. بس عندي خلل واحد من كل شيء عاني منه خلاني أبكي وتعبت نفسيتي منه، وأنا أفكر وأحس كل شيء ما راح ينقبل بسبب هذا الخلل اللي عندي. ومن أنا وصغيرة ولحد الآن من أدعي الله أو أقول الله أو من يجعل بالي الله سبحانه وتعالى يجيني بشكل مذهل، يعني أنا هذا الشيء ما أقدر أوخره من بالي، قد حاولت أوخره، قد حاولت إنه الله ما إلى شكل محدد، ما حد يعمل شكله وأقنع نفسي، بس ما أقدر، كل شيء أعاني من هاي صار إيه. شكرا للأخت الكريمة صاحبة الرسالة الصوتية، تفضلوا سيد. شاكر إلها البنت الكريمة في مداخلتها. شوفي بابا، هاي التخيلات وهاي التصورات الخيالية اللي يصير عند الإنسان هذه كثير من الأحيان مبيدة، يعني القرآن الكريم يعبر أيضا عن هذه، أنه هذه من نزغ الشيطان. نعم. وإن أصابكم شيء أصابكم نزغ، نزغ يعني هذه الإيحاءات الشيطانية بعض الأحيان تصير، ولكن اللطيفة في الإنسان المؤمن أن هذه الإيحاءات يتأثر فيها ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين ليس صورة وليس جسد وليس له شكل ووجه كما هي أشكالنا ووجوهنا. الله سبحانه وتعالى الشيء ليس كالأشياء، ووجود ليس كالوجودات، فلذلك لا بد أن على حال لا تتأذي ولا تتعبي، وحاولي أن تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم دائما، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابدأي حياتك وصلي كما أنت تصلين، إن شاء الله تعالى الله يبارك فيك. أحسنتم سيدنا الكريم، كانت رسالة صوتية من الأخت الكريمة. الآن عندنا مشاركة أخرى، مشاركة اتصال لرسالة صوتية، فقدنا الاتصال، رسالة صوتية، نأخذ رسالة صوتية. السلام عليكم مولانا. ممكن سؤال، أبويا عنده مرض مزمن بروستات، والصلاة جائز لو لا؟ صلاة جائز لو لا شنو يعني؟ مو واضحة بصراحة الرسالة، بس كأنه سيدنا خليه يجي نستنتج، كأنه المرض البروستات اللي عنده يأثر على قضية الإدرار يعني. يعني شوفوا احنا عندنا مرضين في الفقه، مرض السلس ومرض البطن. السلس بمعنى نزول البول بدون اختيار، هسه بسبب البروستات بسبب شيء آخر بسبب ترهل ما أدري في الأعصاب، مو مهم عندي، أنه ما يتحكم بالبول ينزل البول عليه. نعم. وهذا يقول شلون، هل تجب عليه الصلاة أو تسقط عنه الصلاة؟ الجواب تجب عليه الصلاة. نعم. تجب عليه الصلاة وإن كان البول ينزل من عنده؟ نعم تجب عليه الصلاة وإن كان البول ينزل من عنده. شلون مو البول نجس؟ نعم، عندنا شيء يسموه الطهارة العذرية. الطهارة العذرية بمعنى أنه أنا أتطهر بالمقدار اللي أقدر عليه، وإذا في أثناء الصلاة نزلت نجاسة أو كذا فأنا أتحفظ فيها، يعني أخلي صوندة، أخلي كيس، هاي بالنسبة لهذه الحالات المرضية الخاصة، حفاظة كذا أي شيء يعني، حتى أنا شنو البول اللي ينزل علي لا نجس جسمي وملابسي، ولكن صلاة صحيحة. فأقول أيضا كقاعدة لابد أن يحفظها الأخ الكريم، القاعدة تقول لا تترك الصلاة بحال من الأحوال، أي شكل من أشكال الصلاة ما تترك، حتى لو أنت على حال مسجى على الفراش
تتبع عينك تقدر تصلي، برموش عينك تقدر تصلي، وهذا تكلمنا عنه بشكل مفصل. أما أن تترك الصلاة لأي مناسبة ولأي قضية هذا ما لا يجوز شرعا. أحسنتم سيدنا على هذه الإيضاحات، وإن شاء الله الأخ الكريم صاحب رسالة صوتية صار الأمر واضح لديه. عندنا مشاركة أخرى، طبعا الرسائل النصية اللي أرسلوا ليها الأخوان من كنترول نقراها، لو نأخذ اتصال لو شنو نقرأ رسائل صوتية، عفوا رسائل مكتوبة نقرأ رسائل. عدة رسالة سيدنا، إحدى الأخوات أو أحد الأخوان، السلام عليكم سيدنا، ردت أسأل بالنسبة لصلة الرحم، أني أختي الكبيرة الوحيدة حيل أذتني وحيل حاقدة علي، وكل ما أحاول أتجاهل حقدها وأقول ما يصير، وأحاول أتواصل وياها ترجع تظهر حقدها حتى لابنها، الظاهر هي أيضا تظهر الحقد لابنها حسب ادعاء الأخت المرسلة، اتعلمه هيك شيء، أنا بهيك حالة شنو أسوي من لسانها؟ صرت حتى ما أريد أشوفها ولا أتواصل إياها، وإذا عندي شغلة يمها أتصل على زوجها مو عليها، انصحني سيدنا. ما أدري إذا كانت المرسلة أو يعني إذا كان المرسل هو الأخ الأخت، تفضلوا سيدنا. شوفوا في الواقع المشاكل الأسرية، مشاكل بين الناس، هذه مشاكل قائمة، يعني ماكو شخصين يتفقان في كل شيء ويختلفان على حال. نعم. وهذا الاختلاف أمر طبيعي، ولكن أن تصل حالة بين أختين حالة الكراهية يعني، وتكره أختها وتحاول أنه تسفه فيها وتسقط فيها وتهينها، هذا خلاف يعني خلاف الرحمة وخلاف العاطفة. ولكن مهما كان، الآن الأخت تسأل شنو اللي أسوي؟ أقول له بابا أنت سوي اللي عليك. شنو اللي عليه سيد؟ اللي عليك أنه تتواصلين معاها ولو برسالة سلام عليكم بس، ما يحتاج ترحيلها، من ترحيلها راح تسمعك كلام مو زين، من ترحيلها راح تهينك، ماكو داعي. رسالة سلام عليكم جاوبتك أهلا وسهلا، ما جاوبت أنت مسوي اللي عليك. فأنا كررت دائما أنه صلة الرحم ما يعني أنه أروح أزور وأقعد وساعة وساعتين، لا، صلة الرحم يمكن باتصال تليفوني. هاي الآن دق عليها، شالت التليفون، شالت ما شالت خلاص أنت مأجورة، أنت مأجورة، يصدق عليك، يصدق عليك أنها وصلت رحمها. والإمام يقول صل من قطعك، وانت وصلتي من قطعك. جيد. تقول سيدة يمكن تشيل التليفون تهيني، لما شيت وهانت تقول احسنتي، الله يعطيك العافيه، والله ان شاء الله تعالى يوفقك، وانا ما ادعو لك الا بالخير. خلاص سد التليفون. احنا ما نقرا عن نبي الاسلام؟ نبي الاسلام ما نقرا عنه ولا نتكلمنا عنه؟ نبي الاسلام كان واحد يتلقاه كل يوم، كل يوم يتلقاه على حال حاوية من الأوساخ والقاذورات يرميها على رأس رسول الله، على رأسه وهو رسول الله. رسول الله عليه حال ما كان يدير لبال، ما كان يدير لبال. يوم اللي تمرض ذاك الرجال، يوم اللي تمرض كان يهودي، من تمرض رسول الله سأل قال وين هذا اللي كان يرمي عليه شيء كل يوم؟ ما هو اليوم؟ قالوا إيه، قالوا هذا مريض. قال خلا عوده راح يشوفه. ذاك استغرب، هذا اللي أنا كل يوم أهينه، كل يوم أرمي على رأس القمامة والقاذورات، وجاي يقول لي الحمد لله على سلامة، فآمن برسول الله. فإحنا لما نتكلم عن الأخلاق ما نتكلم عن أنه فقط للآخرين، إحنا بنتحمل ولو سبتش تصلي عليها، ما أقول روحي لها، تروحي لها قد تتأذين أكثر بالتليفون بالرسالة، قد تسبت تشتمج، قولي حسبي الله، لا تقولي حسبي الله استغفر، لا تقولي حسبي الله، قولي الله يسامحك والله يعطيك العافية وأنت أختي وخلص. طيب سؤال آخر سيدنا، رسالة أخرى من الرسائل، السلام عليكم، عندي سؤالين، ها نأخذ اتصال بعدين نرجع للرسالة. أم مهدي ويانا، تفضل يا أم مهدي. أم مهدي تفضلوا، ويانا على الخط أم مهدي، رفقنا اتصالها لو شنو. ظهر فقدنا الاتصال سيدنا. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، عندي سؤالين، أولا اللي يحلم بأشباه الأئمة هم يعتبر حلم حقيقي واعتبر نفسي شفتهم ولا؟ ثانيا
انا اروح البيت خوالي وهم عندهم هوايه ولد وانا من الصغر وياهم، وهي اكيد مو بحجه انا ربيت وياهم او هيك شيء، وهم كلهم اكبر مني وهم دائما يضحكون وينكتون ونضحك وياهم، هل تعتبر مفاكهه؟ هذا السؤال كان. السؤال الاول ما يرتبط بالاحلام، هذه ليست حجه وليست لها قيمه. الاحلام لا قيمه لها ولا حجيه فيها، والاهتمام هواي بها الاحلام هذه مو صحيح، يعني واقعا مو صحيح. الانسان لابد يكون جدي ويفكر في قضاياه، اما ان يعيش على احلام هذا مو صحيح. بعد اذنكم سيدنا السؤال الثاني شوي ناجل الاجابه عليه بعد اذن حضرتك، ناخذ اتصال من الاخت الكريمه ام مهدي لان عودت الاتصال. تفضلي اختي ام مهدي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام بابا. عليكم. سؤالكم شنو أم مهدي؟ سيد أنا عندي ثلاث أسئلة، بس إحنا أنا واحد مو بس ثلاثة، مو هاي الأسئلة. ماشي، اليوم انطينا ثلاثة، اليوم انطينا ثلاثة، وعندش تطبيق المجيب أيضا قدرين تتواصلين وياه. السؤال الأول شنو أم مهدي؟ سؤال الأول أجبارين وضعت نفسي، فهذا الرجال ما يصلي. نعم. فعن هالخطوة ما أقدر مصلي. فتكون يعني شو سوي؟ دائما من الأبناء بيأجار عني باي، ما أخوي، مني جبت حتى المدى كله. طيب. الصبر. السؤال الثاني مو واضح أم مهدي، الصوت مو واضح، غيري مكانك، خلي يصير الاتصال أوضح. عيدي لي السؤال الثاني. نعم؟ عيدي لي السؤال الثاني، صوتك مو واضح عندي. العمود الصلاة. الصلاة. المحرم اللي يصير غلط يقولون يعني مضروبي. يصير هالصلاة متى غلط، وحتى التربة يعني التربة إذا مو على النفس تعب يقولون هاي تقربوني يعني هالصلاة فيها غلط. المحرمة مقلوبي؟ إي يعني يصير الصلاة غلط يقولون حتى التربة. زين، هذه الثاني، الثالث. سؤال ثالث، حتى على هذا الرجال اللي يصير ذلتي عليها جواريني. قالت يعني ما يتأمن، يعني ما يأمن بأهل البيت، ولا يعني استغفر الله، يعني ما عنده، هو يعني منحرف، شو عنده كفر، منحرف، يعني واحد شكراً يزورهم، ما يقبل أهله يعني يروحون. واضح، تحياتنا للأخت الكريمة أم مهدي، صارت واضحة الأسئلة ثلاثتها. السؤال الثاني بالرسالة سيدة قبل قليل، من هي تروح البيت خوالها وتسأل هل هاي مفاكهة لما طبعا مفاكهة أختي، ترحين بيت خوالك، بيت أولاد خوالك، أولاد عمك يقعدون. نعم أنت كبرتي وياهم، ولكن الآن هم بالغين، أنت بالغة هم كبار وأنت كبير، تقعدين تسولفين ومفاكهة وضحك وكذا، هذا لا يخلو من إشكال، لا يخلو من إشكال. فإنسان عليه حال حجابه يحافظ عليه، ونوع من حسب تعبيرنا الثقل، ولا يصير نوع من الخفة، لأن هاي الخفة الشيطان يدخل فيها، الشيطان يدخل فيها يبدأ يتصل عليك على أساس والله النكتة الفلانية خلي أقول لك إياها، وبعدين شوي شوي لا سمح الله تقعون فيما هو محذور. فينبغي الإنسان أن يلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى. طيب أم مهدي سيدة بتلث أو سؤالين تحديدا، لأنه الأول هو الثالث. ما كفت أسئلة يعني كذا، ولكن أنا أجاوب عليه ما يخالف. بالنسبة للأول سيدة، أنه شخص تارك للصلاة وحسب ما عبرت حضرتك أنه غير ملتزم، ويشوفوه بعد وفاته بصورة بالأحلام بشكل غير جيد. طبعا جاي يشوفوه شلون، يشوفوه بروضة ورياض وجنة، ما يشوفوه، واضح هذا. ما أقول الأحلام حجة، أنا ما أتكلم عن الأحلام حجة، ولكن يعني ايش تتوقعون لما واحد لا مصلي ولا كذا ويكفر، قالت يكفر بالله وما يحب الصالحين ويعمل السيئات، اريده شنو لابس يعني نوره على منابر عند رسول الله؟ مو هالشكل. فكل واحد عليه حال يلقى جزاء، يلقى جزاء. شنو اللي اسوي سيدنا؟
تقدرون تسوي له خيرات، تسوي له مبرات، وتسوي له ما أدري بعض الطاعات، قد تشفع له، ما أدري قد تشفع له. ولكن إنسان هذا، شوفوا إخواني، هذا الـ هذا الـ هذا الوقت وهي الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة. الدنيا شو يسموها؟ مزرعة الآخرة. شو تزرعون هنا تشوفون هناك. تزرعون الخير تشوفون خير، تزرعون الشر تشوفون شر، تزرعون الباطل تشوفون باطل. واقع هذا. فالإنسان إذا هنا ما يفكر بشكل عدل يمشي، ليه يتوقع هناك يشوف الخير؟ طيب سيدنا، سؤالها الثاني يعني هي بنيتها الأم مهدي تسأل، تقول المحرمة اللي فهمت عنه كأنه شادر الصلاة أو شيء، تقول ما تكون صحيحة باللبس يعني، كررت مغلوبي وكذا، كررت كلمة التربة، يقولون الصلاة تبطل، يقول أختي هذا اللي يقولون مو مال هنا، هذا برنامج فقهي. أما يقولون من يقول؟ وإحنا الآن سوينا تطبيق علمي، تطبيق بقضايا علمية شرعية، نعم. راجعي يقولوا من يقول تطبيق، نعم. التطبيق حملي تطبيق اسمه المجيب أختي الكريمة، خلي أي واحد بالبيت حتى إذا ما تعرفين تستخدميه يساعدك، أو توجهون الكاميرا، كاميرا الجوال، إلى الكيو آر كود اللي هو موجود أسفل يسار الشاشة. الآن عندنا اتصال من منو؟ اتصالنا من من؟ أبو فاطمة، تفضل أخويا. يا حبيبي حياكم الله، يحييك ربي ويسلم، سلام وتحياتي للسيد رشيد الحسيني الطيب. عليكم السلام. يا رسول الله سيدنا، عليكم السلام. أنا أطلب حاجتكم، عندي حاجة معصية جدا جدا جدا، رب العالمين يقول أمرتكم بالدعاء وعلي الإجابة. سيدنا الليلة وفاء الليلة رسول الله، فأمشي عليك رسول الله، أنت تدعو لي من كل قلبك، أنت من رب العالمين يقضيها، جدا جدا حرجة. الله ورسوله سيد رشيد، نحن نشرف بكم، الله يوفقكم، خيمة طيبين السند، طلب منكم من كل قلبي. شكرا جزيلا لك أبو فاطمة، بارك الله بيك، شكرا على اتصالك. نورعين يا حبيبي، تحياتي لحضرتك. لا تعلقون سيدنا. أنا شاكر لك أخ العزيز أبو فاطمة، الأخ أبو فاطمة، تسميت بنتك فاطمة، ونحن نقسم على الله بفاطمة، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها، اللهم فرج عن أخينا أبي فاطمة، واقض حاجته، واعطي سؤله، وأرحباله، وجميع من سألنا الدعاء، نسألكم في مثل هذه الليلة يا رب. أنت تعلم قلوبنا مألومة هجران الناس لرسولك صلى الله عليه وآله، ونحن ندعو الناس إلى أن يحتفوا برسولك، بأن يحبوا رسولك، بأن يحيوا أمر رسولك. فيا رب أعطنا عيديتنا هذه الليلة، أعطنا جائزتنا هذه الليلة أن تقضي حوائجنا، وترفع همنا، وتدفع همنا، وتفرج عنا وعن المؤمنين. المؤمنون الآن في البلاد الإسلامية في ضنك وألم من اليهود، من الصهاينة، اللهم أدفع عنهم السوء والبلاء، وعن كل المؤمنين، واقض حاجتهم يا رب العالمين. أحسنتم سيدنا، اللهم آمين. عندنا اتصال من أبو فاطمة وأم فاطمة، لو فاطمة أنا سمعت كلمة فاطمة، نعم فاطمة، تفضلي أختي. الله يخليك، تفضلي أختي. بنات أنا عندي سؤالين مختصرات للسيد الأول، بس نسينا صوت التلفزيون أختي، أو ابتعدي عنه، تفضلي. أي تمام. السؤال الأول، والد العفو بيبيتي توفت قبل تقريبا كم سنة، نعم، فقبل وفاته هي انكسر رجليها اثنيناتن، وصارت تقرحات العفو داخلية، نعم، ومن أخذوها بناتها للدكتور قالهم ضروري إني أشوف المكان اللي بتقرحات أقدر أعالجها، نعم، فهي فقط تلوم إن تقولوا لا تشوفون المكان، بس إجباري عليها إنه بس طلعوا جزء تغير من الفخذ حتى يشوفها الدكتور، نعم. فش نحطهم في الحالة يعني لحد ما توفت هي فقط تلوم نفسها. السؤال الثاني، مني توفت شكل الذمة الأولاد وبناتها إنه مني تموت يخلون جوالها مندى، فالبقية كلهم عاندة وما حد خلى جوالها أي شيء. يخلون جوالها مندى وين؟ يعني جوها بالقبر،
اي لانه كانت يعني حيل خايفه من مشاكل الموت وهيك شيء. فشفتهم دمه بس ما حد نفى طلبها. ان شاء الله تسمعين الاجابه على الاثنين وتحياتي لحضرتك اختي الكريمه. شكرا جزيلا. أشكرك. حياكم الله. تفضلوا سيده. بالنسبه للسؤال الاول اللي هي لضروره ما عرضوا جزء من جسد هذه المراه العجوز على الطبيب. ما ادري فاطمه بابا شفتي هاي جدتك ببيتك ايش قد انسانه صاحبه حياه وحجاب وعفه، حتى انها متالمه ومكسور رجليها وكذا، مع ذلك تقول لا احد يشوف رجلي. هذا الطبيب ما يجوز يشوف، في حين يجوز الطبيب إذا كان العلاج ينحصر بهذا الطبيب، وهذا الطبيب حاذق وهذا الطبيب يعني متخصص، الشرع يقول ما يخالف، المحظور يعني الممنوع يباح، لذلك الضرورة تبيح المحظورة إن صح التعبير. هذا تعبير، الضرورات تبيح المحظورات يعني المحرمات. فجدتك خل ترتاح وما عليها أي مشكلة، والله سبحانه وتعالى أباح لها ذلك، أباح لها ذلك. أما الأمر الآخر وهي وجود الدوشك والسرير في القبر، في واقع الحال الميت لابد أن يكفن ويوضع عليه حال في القبر، هل ينبغي أن يكون على التراب؟ نعم، أن يتوسد عليه حال خده التراب، ولكن يمكن أن تكون بارية يعني حصيرة أو شيء من هذا القبيل، لا إشكال فيه. الآن عدم التزامه لا يعني لا يؤثر شيئا، يعني يقول يا بالتزمه لو ما التزمه بعد عليه حال الأمر، يعني هذه مو وصية واجبة تنفيذ سيدنا. قد تكون أنه يا به كان مفروض يسوون فشي مثلا، لا يخلوا على الأرض مباشرة، يخلوا على حصيرة. لم يلتزموا عليه حال إن شاء الله تعالى، هم قد ما يدرون أو أنه ما يعرفون، إن شاء الله ما عليهم شيء، وهي المرحومة أيضا قضي الأمر الذي كانت تخشى منه. الحمد لله. عندنا اتصال لو رسالة صوتية، لو شنو الموضوع، لو شنو المشاركة، لو نقرأ رسالة نصية. علي تفضل. يا علي سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا أنا منتج بالزيارة الجزائر، خلنا عليهم فلوس، يعني فلوس خلنا عليهم مقال، إذا أحد تجي عليه حطه هي والله أنا يمي لحد هذا اليوم. أي فاني صار يعني أعطيه من العالم الفقيرة هاي الأربع بزيارة الأربعينية اللي راحت. بلي أي بزيارة. زين انت تقدر تسال عن الناس اللي وين هاي؟ بطريق الامام حسين عليه السلام. انا سكن بغداد ورحنا وقت الكربلاء يعني. واضح. شكرا لك، صار واضح. تحياتي لك. تفضل سيدي. حبيبي الاخ علي، هاي الفلوس اللي اعطاك اياها هذا الزائر الله يطيل العافيه، تصدق بها. شوف لك اي فقير عندك اصدقاء فقراء كذا جيران، اعطيهم اياه عن صاحبها، تصدق بها عن صاحبها بنية صاحبها، لا إشكال في ذلك. الله يبارك. أحسنتم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الاحترام والامتنان على كل ما تفضلتم به. شكرا جزيلا سيد. الله يبارك فيكم، وأجدد تبريكاتي وتهاني للأمة الإسلامية، للأخوة المؤمنين، للأخوة الكوادر في هذا البرنامج الكريم، الأخوة في بغداد، الأخوة في النجف، الله يبارك فيكم. إن شاء الله تكون انطلاقة طيبة لهكذا برامج في بث فكر أهل البيت، في بث مناقب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وندعو إلى الفضيلة ونشر الفضيلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق من الله سبحانه وتعالى لمزيد التوفيق لنا جميعا إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا سماحة السيد. الشكر أيضا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وعلى منحكم هذا الوقت المهم. شكرا جزيلا، في رعاية الله وحفظه.